السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، حيا الله الإخوان، حيا الله الأخوات، حيا الله المتابعين والمتابعات، حياكم الله أينما كنتم، أينما حللتم وارتحلتم، أهلا وسهلا بكم عندنا وأهلا وسهلا بنا عندكم. نتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية وبخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله سوف تنتبهون معنا وأيضا سوف تصبرون، أظنه سيكون فيديو طويل ولكنه إن شاء الله سيكون فيديو مفيد، حيث أننا سنستفيد جميعا من هذا القبول الكبير، قبول مهم. نبدأ على طول. إذا أعجبكم الفيديو طبعا اشتركوا في القناة، ادعوا أصدقائكم للاشتراك في القناة، ثم فعلوا سر الجرس حتى يأتيكم جديد، وأيضا ضعوا له الإعجاب، زر الإعجاب، شكرا لكم. نبدأ على طول. أول شيء يجب أن يجب أن تعلموا أن هذا القبول سيحتاج طبعا ثلاث مواد، تختاروا منها واحدا على حسب قدرتكم المادية. أولا سوف يعمل في صحيفة من الذهب، وطبعا هذا سيكون غالي يعني حقيقة، لأن الصحيفة ستكون يعني كبيرة شوي، حتى لو كانت رقيقة ستكون غالية، الذهب غالي. أو تختارون الفضة وهو الأفضل طبعا، والثالثة تختارون النحاس، طبعا جيد النحاس جيد. ثم ستحتاجون إلى إبرة أو إلى نقاش إذا كنتم لا تستطيعون أن تحفروا الكلام الذي سيكون أو الجدول الذي سيكون في الصحيفة، سوف تحتاجون إلى نقاش، يعني تذهبون إلى سائغ يصنعها لكم وينقشها لكم، أو إلى العشاب أو العطار يتكلف بكل شيء. أول شيء نبدأ بالجدول، ماذا سنكتب فيه. بالنسبة لي الجدول سيكون طبعا سباعي الأضلاع، يعني سبعة أضلاع فيه، ثم سبعة من هنا طبعا. للعلم أنا عدلت الوصفة أو عدلت المكتوب في الكتاب حتى لا تضطروا إلى قول الدعوة والزجر والتصريف، فلا تحتاجون إلى الدعوة والزجر والتصريف لأنه ستكون مدة طويلة، فأنا عدلت الوصفة لا تخافوا، هي معدلة إن شاء الله. ثم إما أنت أو النقاص سوف تحفر ما أكتبه أنا هنا كما أكتبه وبالترتيب الذي أكتبه، طبعا الوصفة سيكون فيها أعشاب وسنشرح كل شيء إن شاء الله. هذا هو السطر الأول، ثم نأتي إلى الثاني هكذا، طبعا هذه قاف للعلم، هذه معروفة نجمة، هذه هاء، هذا معروف الشباك، أربع ألفات، هذا طبعا يسمى بالخاتم السليماني المصغر، يعني العادي المعدل. Okay.
قلت المعدل أو المصغر لأن الأصلي هو يحتاج إلى يعني استنزال وتصريف فنحن نعدل حتى يتسنى لكل الناس أن تستعمل المسائل ببساطة وتستعمل الجدول ببساطة حتى تذهب إلى السائق، فالسائق يعني يكون مرتاح في عمله ولا يكون عنده مشكل لا مع أي شيء لا مع أي أحد. هذا هو ما ستكتبه بالضبط، ستذهب إلى السائق أو اكتبه بنفسك أو يكتبه لك العطار أو العشاب، هذا يعني كله من شأنك. الصحيفة التي ستحمل هذا القدر من الكلام، هذه مثلا تقريبا 5 سنتيمترات، لكن إذا كان السائق أو الكاتب دقيق يمكن أن يكتبها في أقل من هذا، وهي يجب أن تكتب في أقل من هذا القدر، يجب أن تكون في 3×3. أنا كتبتها كبيرة حتى يعني نوضح فقط، أما هي في الأصل يجب أن تكون صغيرة لأنها ستحمل، ويجب أن نحمل صحيفة معنا بهذا الحجم طبعا. طيب ماذا سنفعل؟ الثانية، عندما يجهز الصحيفة ونأخذها سنأتي بجلد، ستختار يعني على حسب إمكانيتك المادية، هي الأقوى هو جلد الضبع، لكن إن لم يكن متوفرا فرق الغزال أو جلد الغزال سيكون ممتاز، سيكون يعني صالح. ستعبر أو ستقيس القياس وكأنه حجاب، يعني بالضبط ستصنع حجاب من جلد الغزال أو من جلد الضبع، ثم تدخل الصحيفة داخله، ثم تأتي الآن إلى المفيد، ستأتي بقطعة صغيرة من أم الناس أصغر من هذه الكبيرة، ثم قلت اللبان الذكر الخارق، هذه المرة الخارق يجب أن يكون الخارق. لماذا؟ لأنه أنا عدلت الكلام بالأعشاب، لو استغنينا عن الأعشاب سنضطر إلى أن نستعمل أو نقول الدعوة والزجر إلى آخره، وهذا لا يتوفر لكل الناس وفيه خطر على الناس، يجب أن يقوله متمكن. إذن الأفضل أن نقلب الكلام إلى أعشاب، أم الناس، لبن ذكر خارق، لؤلؤة، وقطعة من المرجان، وعين الخطاف اليمنى، وعين الهدهد اليمنى، عين الخطاف اليمنى وعين الهدهد اليمنى، هذه هي الأعشاب التي سنضعها داخل الحجاب الذي سيكون فيه الجدول المكتوب وجلد الغزال أو جلد الضبع مقيدا بحجاب من جلد الغزال أو جلد الضبع. عندما ننتهي من هذا كله سنستعمل 3 أيام بخور، سنبخره 3 أيام، في اليوم الأول نبخره بالكندر، اليوم الثاني نبخره بالعود الهندي، واليوم الثالث نبخره بالجاوي الأبيض، وبعد ذلك نحمله معنا إن شاء الله. نكون قد أفدناكم، لو أعجبكم هذا الفيديو، هذا قبول قوي لقضاء أي حاجة كيفما كانت، إما عملا أو زواج أو خطبة أو محاكم أو أي شيء، يكون قبول ممتاز جيد إن شاء الله، يعجبكم وتستمتعون به ويكون عنده قبول لديكم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.